اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين، وحلقه جديده من برنامجكم قصص الرعب في قناه الحكايات. وزي ما اتفقنا من شروط قصص الرعب، حط السماعه في ودنك وغمض عينيك وركز في كل كلمه بقولها. انا ليلى، رحنا انا واهلي نصيف في اوتيل. اول ما وصلنا استلمنا مفاتيح الاوض كلنا، واحنا كلنا كنا في دور واحد. طلعت فوق في الاوضه وحطيت شنطي ونزلت تحت في الاستقبال. كنت بحب قوي الاستقبال تحت، خصوصا ان انا لما تعرفت على مراد موظف الاستقبال كان لذيذ جدا وبيحب يتكلم ويضحك. وفي اليوم ده نزلت تحت بالليل وقعدت ألعب شوية في التليفون بتاعي، وقعدت شوية أتكلم مع مراد. وأثناء ما كنت بتكلم معاه، ماما اتصلت بيا وسألتني أنت فين؟ قلت لها أني تحت، فقالت لي طيب اطلعي الوقت اتأخر. أخدت بالي أن الساعة بقت واحدة بالليل. طلعت أوضتي، وأول ما دخلت افتكرت أني نسيت شنطتي تحت في الاستقبال. حاولت اتصل بموظف الاستقبال لكن الخط كان مشغول. خدت بعضي وطلعت من اوضتي، وقفت استنى الاسانسير. واول ما فتح لقيت جواه بنوته في سني تقريبا، بس اول ما شافتني وشها كان مرعوب قوي. ركبت ودست على ارضي، لكن هي كانت ساكته في مكانها، حتى ما لفتش وبصت لي. بس شعرها كان جميل جدا وناعم وطويل. قلت لها شعرك جميل قوي، لكن هي ما ردتش عليا ولا حتى بصت لي ولا عبرتني. وقتها داست على الدور التاني، لكن اللي اخدت بالي منه ان الاسانسير طلع بينا للسادس. واول ما الباب اتفتح قلت لها استني انتي كنتي طالبه التاني، ده السادس. برضو ما بصتليش، لكن كان ضلمه قوي والمنظر كان مرعب جدا قدامنا، لكن هي كملت عادي وطلعت من الاسانسير. الباب اتقفل وانا مستغربه ازاي دي كانت طالبه الدور التاني. نزلت الاستقبال ولقيت مراد. قلت له انا كنت جايه ادور على شنطتي بس ما لقيتهاش. قال لي انه شالها وحطها معاه لانه لقاها. قال لي انت ما اتصلتيش بيا ليه؟ اسهل ما تنزلي. قلت له اني اتصلت لكن التليفون كان مشغول، وحاولت كذا مره لكن قعد مده كبيره مشغول. رد وقال لي لا خالص يا ليلى، انا ما اتكلمتش اصلا ولا في اي حد اتصل بينا على الاستقبال. استغربت جدا ازاي، انا متاكده لاني كنت مكسله انزل. وقتها سالته هو في حد في الاوتيل ده يا مراد في سني كده بس مش بيسمع او عنده مشكله في السمع؟ قال لي انه مش متاكد وانه ما يقدرش يديني معلومه عن نازين، بس طلب مني اني انا اوصف له البنت دي عامله ازاي. وفعلا وصفتها له وحكيت له عن شعرها جميل قد ايه. قلت له تصبح على خير، وركبت الاسانسير وطلعت اوضتي. والصبح نزلت مع اهلي عشان نروح البحر، وصبحت على مراد. ساعتها مراد ناداني وقال لي انا عايز اقولك على حاجه، ان البنت اللي انت قلت لي عليها امبارح دي بوصفك ليها اهلها اتصلوا بيسالوا عنها، وبيقولوا ان هي ما روحتش من امبارح بالليل اوضتها، والكاميرات جابت ان البنت دي طلعت الاسانسير وكانت بتضرب الاسانسير ارقام كده بشكل عشوائي وبشكل متتالي ورا بعضه. قلت له معناه ايه ده يا مراد، انا مش فاهمه. قال لي انا جاي في بالي حاجه واحده بس يا ليلى، لعبه الاسانسير. الحادثه اللي حصلت زمان بسبب اللعبه دي في احد الفنادق، سمعتي عنها؟ قلت له لا انا ما اعرفش ايه اللعبه دي.
وقتها بابا نادى عليا علشان نطلع على البحر لان كده اتاخرت. قلت له على اذنك يا مراد دلوقتي. طلعت البحر ووقتها كان كل تركيزي ان اعمل سيرش عن لعبة الاسانسير اللي مراد قال لي عليها دي، وفعلا لقيتها. ولقيتها لعبة مرعبة جدا وليها شروط عشان تتلعب. اول شرط لازم تكون في مبنى متكون من كذا دور وتدخل الاسانسير وتكون فيه لوحدك، واول ما باب الاسانسير يتقفل تدوس على الدور الثالث، وبعدها تدوس على الدور الرابع، وبعدها على طول تدوس على الدور الثالث، وبعدها الدور الرابع تاني. هيقف وهيتفتح الباب وهيركب معاك حد، اوعى تبص له لان الحد ده مش انسان، ده شبح في صورة انسان. بعدها دوس على الدور السادس، ولما تخرج من الاسانسير وتلاقي ضلمة اوعى تبص للشخص اللي في الاسانسير ده خالص، لاني زي ما قلتلك ده مش هيكون انسان. وبمجرد ما يتقفل باب الاسانسير فانت كده في العالم التاني. العالم ده مفهوش اي وسيلة اتصال بالعالم بتاعك الحقيقي، لا في موبايلات ولا شبكات ولا نت. ولو عايز ترجع تاني للعالم بتاعك لازم تلاقي الاسانسير اللي انت جيت منه، وطبعا مش بالسهولة دي انك تلاقيه. ولو لقيته اركب وادخل في نفس الادوار اللي انت دوست عليها وانت طالع بنفس الترتيب، وساعتها اول ما الاسانسير يقف بيك ويفتح دوس على اي رقم تاني قبل ما يطلع بيك للسادس وترجع تاني للعالم التاني. ولو لحقت تدوس صح يبقى لازم تتأكد انه فتح على دور منور مش ضلمة. لكن لو حصل غلط في الزراير اللي انت بتدوس عليها انت هتطلع من الاسانسير، لكن هتلاقي نفسك نايم في اوضه ما فيهاش باب. الاوضه دي هتكون في العالم التاني، وساعتها انت مش هتعرف ترجع للعالم بتاعك تاني. وقتها راجعت كل اللي حصل معايا وفهمت. فهمت ليه البنت دي ما ردتش عليا لما قلت لها ان شعرك حلو، وفهمت تاني هي ليه ما ردتش عليا لما قلت لها ان الدور ده مش بتاعك. فهمت ان هي كانت فاهمه ان انا شبح مش بني ادم. عدت فتره طويله جدا على رجعنا من المصيف، وكنت بسال مراد دايما وبتصل بيه وبتواصل معاه، والبنت دي ما كانوش لاقيينها فعلا. انا كنت حزينه قوي، حزينة اني ما قدرتش اساعدها وانها كانت واقفة جنبي وانا مش فاهمة اي حاجة ولا كنت اعرف حاجة، لاني عمري ما سمعت عن اللعبة اللي عمري في حياتي ما هقدر ان انا اجربها ولا شايفة فيها اي ميزة. لكن هي وقعت ضحية، ضحية اللعبة ملعونة اسمها لعبة الاسانسير. كنت بتمنى من قلبي انها ترجع لأهلها، لكن للأسف ما رجعتش. وبكده انتهت قصتنا، ويا رب الحكاية تكون عجبتكم. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس وتستنوا قصة جديدة على قناة الحكايات. أشوفكم على خير.